عشان خاطر الكباتن عندنا في مصر هنا كانوا عباقرة وكانوا شايفين انه صلاح بيحور. فصلاح كسب اول جولة واظهر للناس كلها ان انا لما احب امشي كلمتي بمشي كلمتي. تاني وتالت ورابع انا مش مع قصة ان صلاح يبين انه اكبر من المنتخب، ولكن صلاح لما حب يبين انه اكبر من المنتخب واكبر من جهاز المنتخب عمل كده. انما بالنسبة للقائمة بقى فهي قائمة اهلاوية بامتياز، قايمه ممكن تتكلم فيها في 3 4 اسامي، ممكن تتكلم في اكرم توفيق وتقعد تسال ليه كابتن حسام عنده مشاكل مع عمر كمال عبد الواحد، وليه كابتن حسام عنده مشكله مع عمر كمال عبد الواحد مش عايز تتحل، وليه لعيب زي محمد مجدي قفشه مروان واحمد نبيل كوكا، يعني ليه لعيبه زي احمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه موجودين مع منتخب مصر حاليا رغم ان هم مش بيقدموا حاجه الفتره الاخيره، وخصوصا قفشه. يعني قفشه قبل ماتش الاهلي والزمالك ما بيقدمش اي حاجه، ولكن كوكا راجل كان كويس، ولكن حصلت له اصابه في معسكر منتخب